عادي بحال كاع الناس، كان فيق معطل بيان سور وصافي، وكنفطر وكنخرج القهوه، كنتلاقى بالدراري صحابي اللي كنوجد اللي معروفين في الرباط. هو كاينه بوفرتونه، بوفرتونه هي الحريره، كاينه وكنحطوها على البيض مسلوق، كنحطوها على المخوخه، كنحطوا واحد الحلوه، كنحطوا المخرقه. لا هي المخرقه، حنا في الرباط كنقولوا لها مخرقه. و هي الشباكيه ديالنا. هي الشباكيه، نحطوا على الحليب بالزهر والعصير، بلا داكشي ديال الاماليح، ها لي شوسون، ها البيتزا، ها لي كريفيت. ولكن ولكن حنا في الرباط ضروري كيخص تكون عندنا بوفرتونه. هي الحريره، الحريره ديال لا الحريره اللي كيعرفها كلشي حريره، الرباطين كيسموها بوفرتونه. لا ما كان لبس جلابه، ما كان لبس قفطان، ما كندير والو، كنبقى باللبس ديالي عادي جدا. ملي كتقرب المغرب حتى انا كنخرج كنقول للدار، كنقول حتى انا غنمشي نجيب المغرب ونجي، كنمشي كنضرب دويره، كنشوف شنو كاين، شنو خاص في الدار، شنو ناقص، كنقص شي حاجه كنجيبها، ما ناقص والو، راني كندخل كناكل وكنعاود نخرج بحالاتي عادي جدا. ما كل ماشي ما عنديش مع اللباس، ولكن انا كنقول مع راسي انا ما غيجيش معايا، حيت ما عمري ما جرب سوق. لا 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 مش كيصوير، انا كيخصني نجرب.